التهم حريق هائل عشرات الخيام في مخيم للنازحين يأوي 1200 أسرة بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن الحريق التهم ما يقارب 65 مأوى في مخيم الجشة للنازحين بمديرية الخوخة الذي يأوي أكثر من 1200 أسرة. وفي السياق وجه محافظة الحديدة بدفع مساعدات مالية وتعويضات عينية عاجلة للنازحين المتضررين وتوفير مساكن بديلة للمتضررين لعدد أكثر من 100 أسرة.